ليه لما إدارة النادي المصري الجديدة كلمتك ووقت الإدارة الجديدة بتعمل صفقات عديدة، بتعمل فريق كبير، ممكن فرصك في تسجيل الأهداف يبقى أكتر مع فريق محترم وعنده عناصر يعني كويسة جدا، ليه ما قررتش تبقى مع النادي المصري مع إدارة جديدة؟ Yes, because the نعم، new administration لأن الإدارة الجديدة never wanted me. They never liked لم me. تكن تريدني، لم تحبني يوما ما، ولم يتحدث معي أحد. حتى الآن لم يتحدث معي أحد منهم. حين سمعت هذا من الناس في الخارج ذهبت لهم وقلت لهم قولوا لي ما الذي حدث. لم يقولوا لي أحب شيء. حتى الذين تحدثوا عن صفقة مع إيبوكا كانت هذه صفقة لمصلحتهم، ولم يخبرني أحد حول هذا الأمر أيضا. قال لي أحدهم أموتو إمبي يريد أن يأتيك، أن يستجلبك إليه في صفقة تبادلية مع إيبوكا، وسوف يعطونك مكافأة وسوف تمنح المال. وقلت لا مشكلة، لأنني كنت أرى اللعبة التي يريد أن يلعبونها معهم. كانوا يريدون أن يتاجروا بي دون مقابل، ولكن أنا يجب أن أنا كنت أغادر أن أعرف، كنت أريد أن يعرفوا، ولكن كان علي أن أتخذ هذه الخطوة وأن أجلس مع إمبي. ولم يقم فريق إمبي بأي إجراء طبي بالنسبة لي، واندهشت هنا. قيل لي أن لدي حالة مرضية. جاء الطبيب لي بالفعل، وأنا قلت للطبيب أنني شعرت ببعض الألم ولكن لم تكن لدي مشكلة، وأعطيته نتائج الأشعة التي تم إجراءها لي، وقال أن الأمور على ما يرام. قال هي مجرد إجهاد في العضلة. ثم ذهب ولم أعرف ما الذي قاله، ولكنه لم يتحدث إلي مرة أخرى. وخرج البعض يتحدثون على التلفاز بأن أموت لديه حالة مرضية في فريق إمبي، ولكن هذا ليس حقيقي. كان هناك الكثير من الكلام، وأريد أن أقول أن هذا لم يحدث. طيب، من الحاجات المهمة بقى دلوقتي ان انت خلاص مرحلة جديدة مع الاتحاد السكندري، مرحلة مهمة مع الاتحاد السكندري. الاتحاد عنده طموح، وانت عندك نادي جماهيري كبير زي النادي المصري، نادي جماهيري كبير، وزي ما كانت جماهير المصري بتعشقك وارد جدا جماهير الاتحاد كمان تعشقك. طموحاتك ايه مع الاتحاد؟ كيف حدث هذا الانتقال الى نادي الاتحاد السكندري؟ حسنا، أولا يجب أن أقول شكرا جزيلا لرئيس نادي الاتحاد. أعتقد أنه هو الشخص الذي قام بكل هذه الرحلة وجعلها ممكنة لكي أصل إلى الإسكندرية. حين جئت إلى مصر كان هو الشخص الذي وضعني في الفندق، حيث في الوقت الذي لم يمنحني أحد حتى فريق المصري مكانا أستقر فيه. حتى في الموسم الماضي جاء وأخذني إلى الإسكندرية، وكان لا يزال مهتما بي، وأقدر ذلك كثيرا. ورأيته حين أرى فريق الاتحاد أرى اختلاف في الألوان، أخضر وأبيض، ولكن يبدو كاختلاف الأنواع، ولكن سعيد لوجودي في هذا الفريق وفريق الاتحاد. المدربين واللاعبين رائعين وهم يعاملونني بشكل جيد جدا، والمدير الرياضي للنادي شخص رائع ويتحدث إلي كوالد ويشجعني دائما، وحتى إذا ما أخطأت يقول لي لا تقلق سوف يمكن أن تؤدي بشكل أفضل وتتحسن، ونحن يجب أن نبذل قصارى جهدنا. لا، إذا ما كانت هذه إرادة الله فإنه سوف يتم توفيقنا. خلال الأيام الماضية في تدريبات لنادي الاتحاد، في مباريات ودية، شايف الاتحاد كفريق وانت موجود معهم مع صفقات جديدة في الفريق ومدير فني جديد، شايف الاتحاد ممكن يوصل لحد فين في جدول ترتيب الدوري الممتاز الموسم القادم؟
نعم كما قلت لدينا ما يتم، هناك إجراءات تتم الآن لكي يتم وضعنا على المسار الصحيح في الدوري. لذا أعتقد أن هناك لاعبين يتمتعون بخبرة، وأغلب اللاعبين الذين رأيتهم حتى الآن جميعهم جيدين، لعبنا 4 أو 5 مباريات ولم نخسر في أي منها، وفزنا في بعض المباريات، وهذه بداية جيدة بالنسبة لنا. وبصفة خاصة بما أني لاعب جديد، وهذه بداية جيدة، ونحن هنا إن شاء الله لكي نبذل قصارى جهدنا ولا نعتمد على اللاعبين الآخرين. جميعنا سنتعبد على بعضنا البعض وسنتقدم، وإن شاء الله سوف نتقدم. أنت بقى طموحك الشخصي للموسم القادم هيبقى ترتيبك كام بين هداف الدوري الممتاز؟ هذا سوف يكون تحدي كبير بالنسبة لي، وتحدي جيد أيضا بالنسبة لي، حيث أن أعوامي الماضية كانت أثرت علي سلبا من الناحية البدنية والنفسية. سوف أحاول أن أستعيد قوتي وأستعيد كفاءتي من خلال التعامل مع المدربين واللاعبين الجدد ومع المدرب الجديد. قال لي في هذا الفريق سوف الجميع سوف يعمل، وإذا لم تعملوا لن تستطيع أن تلعب. لذا فإنه منحني الفرصة لكي ألعب وكي أرى نفسي أن أبدأ بالاستمتاع مرة أخرى باللعبة. لذا أعتقد أن هذا إن شاء الله، حتى لو لم أكن أفضل مهاجم، فأعتقد أنني سوف أساعد في إنجاح الفريق. خلال تواجدك في الدوري المصري حتى هذه اللحظة، مين أكتر مدرب ارتحت في الشغل معاه، انبسطت في الشغل معاه، ومين اقل مدرب يعني كنت حاسس ان في بينكم تفاهم او تعاون؟ استطيع ان اقول حين جئت الى هذا المصري كان كابتن ايهاب هو من وضعني في المصري. كابتن ايهاب قال نعم، وهو انسان جيد، واعتقد انني احتاج المزيد من الوقت مع كنت أحتاج مزيد من الوقت مع كابتن حسام، لأنه ولأنه هداني للطريق الصحيح للأمام، وكان يقول لي هذا أنت مهاجم وهذا ما أريده، وكان يقول لي ما الذي يجب أن أعمله لكي أحسن أدائي في الفريق، لأنه بالنسبة لي هو أفضل مدرب لعبت معه، وله مني كل الاحترام والتقدير، وكنت وأتمنى أن أعمل معه مرة أخرى. وطبعا المدرب اللي انت ما كانش فيه بينكم تعاون كتير كابتن علي ماهر، وانت اتكلمت في هذا الامر مش محتاج اجابه اضافيه. طيب مين المدرب اللي انت كنت تحب تتدرب معاه في الدوري المصري من المدربين اللي انت شفتهم؟ train with him to train with him I think اعتقد أعتقد أن الكلام أيضا ينسحب على كابتن حسام. علي ماهر مدرب جيد، هو أيضا مهاجم حين ولديه خطة هجومية كثيرة، وحسام حسن أيضا كان مهاجما ويلعب دائما بمهاجمين في الأمام. لذا أعتقد أنني استمتعت أكثر باللعب مع كابتن حسام، شعرت بالسعادة حين لعبت معه. أنا كان سؤالي مين المدرب اللي أنت ما تدربتش معاه وكان نفسك تتدرب معاه من المدربين اللي موجودين؟ نعم، الشخص الذي لم أعمل معه أعتقد مدرب الأهلي السابق الجنوب أفريقي موسيماني، لأنني حين جئت من نيجيريا كان يلعب ضد فريق بولوغوانا في جنوب أفريقيا، وكان أعتقد أنه كان يدرب فريق تيبا،
واقترب مني وكان هناك فرصة للعب معه، ولكن الصفقة لم تتم. أعتقد أنه شخص لطيف ولم أعمل معه وكنت أتمنى أن أعمل معه. وقت ما كان بيدرب النادي الأهلي ما طلبكش أنك توصل للنادي الأهلي وتنضم للنادي الأهلي بما أنه كان يتكلم معك قبل كده؟ لا، لأنه حين جاء إلى الأهلي لم تكن لدي فرصة لكي ألعب ضده، لأن لم أكن أود أن ألعب ضد الأهلي، وكان المدرب في هذا الوقت كان المدرب يغير اللاعبين ويغير الخطط، لم يكن، لذا كنت أفضل أن ألعب مع لعبت أكثر ضد فريق الزمالك. لم أتمنى أن ألعب ضد فريق الأهلي. ما حبيتش تلعب ضد النادي الأهلي ولا ما حبيتش تلعب مع فريق النادي الأهلي؟ لا أحب أن ألعب ضد الأهلي في كل الأوقات، لأن اللعب معهم يجعل المباراة أكثر إثارة، وهم يعطونك الوقت لكي تلعب، وبالتالي تلعب بشكل جيد وليس هناك المزيد من الضغوط. كنت أحب أن ألعب ضدهم، ولكن فيما إذا كنت أتحدث عن ما أحبه، بالطبع الأهلي فريق كبير، حتى حين كنت صغيرا كنت أسمع عنه وعن مصر، ولكن بالنسبة لي الزمالك كان دائما في عقلي وقلبي منذ زمن طويل، وحين ألعب ضد الزمالك أعتقد أنني أحرزت أفضل أهدافي في مرمى نادي الزمالك، كان هذا في السويس، والآخر كان في الإسكندرية. هتقولنا هدف أوسن أموتة يا جماعة في الزمالك بيتكلم عنه دوت، كان موجود في التقرير دلوقتي، كان واحد من أحسن أهداف الدوري يمكن في آخر السنوات.